era begins again. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي فضاء الابتكارات، كما تلاحظون هنا قد أصبحت القطع الإلكترونية جد دقيقة، بما ذلك يحتم على صاحب رجل الصيانة شراء ميكروسكوب، ولكن نعلم أن الميكروسكوب باهظ الثمن، ولهذا قد كما يقول الحاجة أم الاختراع. كما نلاحظ أن كما تلاحظ الصورة هنا، هذه بطاقة لوحة أم هاتف، هي هنا لاحظ، هذه هي. كما تلاحظ هناك تظهر المكثفات، مسارات، مقاومات، LED كبير الحجم. فهذا هو ميكروسكوب من اختراعي أنا، وله كل وسائل شبه احترافي، ولكن صنعه بوسائل بسيطة جدا. لذلك سوف نقوم بإظهاره إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واصل معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عدنا بعد الفاصل لكي نظهر لكم الميكروسكوب كيف هو. الميكروسكوب يتمثل في كاميرا تصوير قديمة، كما تلاحظ كاميرا تصوير قديمة، ها هي، ها بطاقة الأم، لوحة أم للهاتف. كاميرا على المناسبات نقوم بوضع عدسة تكبير هنا، نقوم بتلحيمها مع الكاميرا، وللكاميرا كذلك شاشة، يمكن استعمال الشاشة هذه أو استعمال شاشة الحاسوب. وذلك لها زر تشغيل هنا، ها هو زر التشغيل، وذراع سيبور كما نقول، ذراع التثبيت تقوم بالتحكم فيه كما تشاء. وكذلك قمنا بوضع لولب هنا، لاحظ لحظة، لولب هذا تقوم بتصفية الصورة، تقوم بتدويرها هكذا، تصبح الكاميرا تصعد وتنزل، لاحظ هكذا لتصفية الصورة. وهنا وضعنا لها LED، وقمنا بتوصيلها مباشرة بالحاسوب أو إن أردت أنت فتقوم بتوصيلها بجهاز كما تشاء، جهاز الحاسوب أو تلفاز، فكلما كبرت الشاشة كلما كبر حجم الصورة، لاحظ. ميكروسكوب شبه احترافي يقوم بتكبير لك القطع الإلكترونية الصغيرة، والذي سوف نحتاجه مستقبلا إن شاء الله، لأن التكنولوجيا سوف تتطور وسوف تكون دقيقة جدا. ولهذا قمت بابتكاره لكي لصاحب الصيانة، أشياء بسيطة كما تلاحظ في متناول الجميع. سوف نجرب مرة أخرى.
لاحظ يعني يقوم لاحظ لاحظ المكثفات كثيفات صغيرة دقيقة جدا حتى المسارات تظهر. هذا هو الابتكار الذي أريد أن أشارككم فيه، وإن شاء الله سوف تقومون بعمله وتنجحون فيه. ونشكر كل من يساعد هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.